كيفك ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. اهلا السلام عليكم. احنا دابا مع الفنان. Sorry, I don't speak French. I just speak English or Arabic. I see you in yes. I saw you on the beach, library of the beach. Oui. Last summer, I saw you on the beach. Yes. Always. Mazagamatka. You like? Yes, I like Al Jadida. Okay. Since I saw you, I like Al Jadida. Oh, شوف حمودي شوف دابا احنا مع مدام عفيفي حنحكي معها باللغة الإنجليزية. Good evening. Thank you. This is مدام كريمة عفيفي. Yes. She is the wife of Mr. عفيفي محمد سعيد. Today we are here because of the theater incident, this big incident. Okay. Would you like to talk to us about it, to tell us something about it, about your participation? But not in English, huh? In French. In French. Okay. Yes. In Arabic. In Arabic. يلا ليفري سي ليفري. تشكر جدي انا ناس ناس. Yes. Yes. Yeah. Président de l'association culturelle et théâtrale Le Masque Bleu, qui m'a fait l'honneur de dédier ce premier festival au nom de Mohamed Saïd Afif. Je suis très émue, c'est un homme généreux, d'une gentillesse exceptionnelle. Qui, Afif ou Nesnesi? Non, monsieur. Nesnesi. Ah, oui, alors il précisait. Oui. Oui. Ah oui. Of course. Qui prend co. Allez-y, oui. Et Monsieur Haj Nizdi, qui a écrit un livre fabuleux, Si le théâtre Jidi m'était compté. Et il a consacré des passages importants à Mohamed Saïd Afif. Chadine Bouldot, je suis entourée par des amis. Et grâce à eux, je vis avec sérénité ma vie. Merci. Merci. Thank you so very much. مساء النور. احنا مجلة مزاجام 24 معاكي. لو سمحتي تعرفي عن حالك. انا اسمي محمد كامل. حضرتك؟ انا اتكلم عربي. عربي. انا الاشعاري موينة. نعم. لا أقول شاعرة ولا رسامة ولا والو، أنا هاوية كتابة شعر. نعم. بالعربية والفرنسية والزجل. نعم. وهاوية رسم، أرسم كذلك. نعم. وأعبر بجميع. تشاركين في المعارض بلوحاتك؟ أشارك في المعارض. نعم. وتشاركين في الندوات بشعرك؟ نعم أشارك. ما شاء الله. شاركت في عدة ندوات وعندي ديوان. أوكي سا سيري ميو. من أجل المعاقين، من أجل الأطفال المعزين. نعم. حتى في فرنسا شاركت معهم في جمعية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة. وعملوا لهم واحد شاركتي عن المرأة؟ شاركت عن المرأة مع مجموعة من شعراء فيهم جزائريين تونسيين ومغاربة بطبيعة الحال. ما شاء الله. عدة دول. كل شيء بالفرنسي أو في شيء بالعربي؟ بالفرنسي. كل شيء بالفرنسي. نتمنى أنك تعبري بالعربي كمان. عربي عندي وأنا أهيئ ديواني باللغة العربية. الحمد لله. قريباً سيرى بالفرنسي. الحمد لله. مدام لو سمحتي تعرفين عن حالك؟ أمينة عطلة أستاذة. مصممة أزياء ومدربة معتمدة. مصممة أزياء. أزياء رجال ونساء. ومدربة معتمدة التنمية الذاتية والبرمجة اللغوية العصبية. وكنت من محظوظين الناس اللي استدعوهم لهذا المهرجان. وجيت البرمجة اللغوية العصبية ما تعادل علم النفس والإدراك والتركيز في كل like coaching مثل coaching. الكوتشينج انا نقولها لا ما يرافق الشخص الواعي. انا مدربه ديال مجموعه يكون قاعه حتى 200. ما شاء الله. ما شاء الله. دابا احنا مع مدام بكري امينه
لو سمحتي، مدام بكري أمينة الفنانة الرسامة الأستاذة والممثلة. يعني أنت كلك فن من فوق لتحت. نيال نيال جوزك فيكي. الله يسلمك. شكرا شكرا. احكي لنا لو سمحتي. بما أنني أنا فرد كنمثل الفرد الأفراد الجمعية ديال القناة الأزرق، فكان لنا الشرف نكونوا من نظموا هذا المهرجان بمناسبة ديال تكريم ديال السيد النجدي عبد الكريم. نعم. وتشرفت لنا مدام كريمة الدور ديالها، وأنا جد فرحانة لأننا كان عندنا واحد التأثير، كان عندنا واحد الصدى ما شاء الله عليه. الله يسلمك، لوحاتك حلوة وأدائك على المسرح حلو وإلقائك للكلمات ثابت وما شاء الله. اسمحي لي مجلة مزاجان 24 بدي أخذ صورة معها الصبايا. الصبايا لا أنا بديك أنا غرور شكرا جزيلا.